العظمة التانية من عظام الفور آرم هي عظمة الألنا. العظمة دي ظريفة جدا لأنها بتفكرنا بالمفتاح الإنجليزي. نبتدي أولا نتكلم على الطيب بتاعها، دي لونج بون. لماذا هذه العظمة كانت لونج بون؟ لأن لها اتنين إندز إند شافت، أبر إند ولور إند، وإن بتوين هنجد الشافت. نتكلم أولا على الأبر إند بتاعت هذه العظمة. الأبر إند أوف ألما زي ما احنا قلنا بتشبه المفتاح الإنجليزي لأنها مكونة من 3 أجزاء، تو بروسيسز وفراغ في النص بينهم. البروسيس الأول يعني بقول شكلها شكل الهوك. البروسيس الأول بيسموه أوليكرينوم بروسيس. هذا الأوليكرينوم بروسيس كان كبير وكان قاعد بوستيرو. نسيت أقول لكم في الأول إن العظمة دي عشان نوضح الشكل بتاعها بصورة جيدة ما كناش ابدا هنقدر نشوفها من الانتيريور فيو بيور، فانا خدته انتيريور لاترال فيو علشان نقدر كويس نبين ملامح الابر اند. ففي الابر اند عندي الاوليكرينوم بروسيس، هو البروسيس الكبير وكان قاعد مكانه في الخلف وهو الابر اند بوستيريور. البروسيس بيسموه الاوليكرينوم بروسيس. البروسيس الثاني وهو الاصغر وقاعد انتيريور اسمه الكورونويد بروسيس، وان بتوين ذا تو بروسيسز هنجد فراغ في صوره نوتش اسمه تروكليار نوتش. طيب تعالوا نتكلم على الكورونويد بروسيس اللي هو البروسيس الاولاني اللي كان قاعد انتيريور بالنسبه للاوليكرينون على الابر اند. كان له 3 سيرفيسز، ابر سيرفيس اللي هو ده، انتيريور سيرفيس اللي هو ده، ولاترال سيرفيس اللي هو ده. الابر سيرفيس اوف ذا كورونويد بروسيس ده كان اللي عامل ارتكوليشن مع التروكليا اوف ذا هيومرس علشان يشارك في تكوين الالبو جوينت. اما الانتيريور سيرفيس اوف ذا كورونويد بروسيس فكان يوجد عليه رف اريا اسمها النر تيوبروزيتي، ودي على طول لما تيجي سيرتها هتفكرنا بالانسيرشن بتاع عضله البراكيالز. اما اللاترال سيرفيس اوف ذا كورونويد بروسيس اللي هو البروز الامامي اللي في الابر اند فكان يوجد عليه اوفال شيبد ديبريسد اريا اسمها سوباينيتور فوسا. كان البوستيريور بوردر بتاعها عبارة المارجن بتاعها عبارة عن إليفيتد مارجن هيسموه سوباينيتور كريست. ده كان بالنسبة مين لملامح الأبر إند. من الشكل اللي عندي ده هنقول ده الاتجاه الانتيريور اللي يتميز بوجود الكورونويد بروسيس وتابعه الالنار تيوبروزيتي. ده البوستيريور دايركشن اللي يتميز بوجود الاوكرين بروسيس اللي هو كان اكبر حجما واعلى في الليفل من الكورونويد بروسيس. وكان السوباينيتور فوسا والسوباينيتور كريست كان علامه من علامات اللاترال سيرفيس اوف ذا ابر اند. طيب ادي الجزء الاول اللي هو من الابر اند. في بعد كده شافت لها مواصفات كتيره هنتكلم عليها تفصيلا. هنقول ان الشافت من هذا الاتجاه اللي هو الانتيرو لاترال دايركشن هنقدر نشوف منها 3 بوردرز و3 سيرفيسز. 2 هنشوفهم بوضوح والتالت مش هيكون واضح قوي. ال3 بوردرز، البوردر الاولاني اسمه لاترال بوردر او يسموه انتر اوسياس بوردر. لاترال يعني ايه؟ يعني على اللاترال دايركشن. طيب اللاترال دايركشن كان فيه العظمه الثانيه اللي هي مين؟ اللي هي الريدياس، فيسموه البوردر ده انتر اوسياس لانه يقع بين عظمه البورد الالنا وعظمه الريدياس، فيسموا هذا البوردر اللاترال بوردر هيسموه الانتر اوسياس بوردر. البوردر الثاني منحرف لجوه شويه هيسموه الميديال بوردر. البوردر الثالث هيكون البوستيريور بوردر وهيبان بصوره اوضح لما نجيبه من البوستيريور فيو. اللور اند، اللور اند اوف النا بتكون اصغر من الابر اند وعليها حاجتين اتنين مهمين جدا. اولا هي اصغر بالحجم لكن يوجد عليها هيد، ودي الهيد بيبقى الدايركشن بتاعها لاترالي يعني في اتجاه عظمه الريدياس، ومش كده وبس، دي بتعمل على الريدياس حفره بشكلها يسموها النر نوتش وتكون الانفيريور راديو النر جوينت. بينما يوجد من البوسترو ميديال فيو هيوجد بروز اخر يسموه ستايلو بروسيس، ولا ننسى الستايلو بروسيس اللي كان على الريدياس وده اللي كان يوجد فيه اللاترال دايركشن، انما في الالنا الستايلو بروسيس كان يوجد على البوسترو ميديال
aspect، وادي الهيد اوف زي الما. طيب اذا جينا نشوف نفس الريديوس ديت من الخلف، الريديوس من الخلف العادي عند الابر اند، الابر اند هنا عندي بتتميز بوجود اثنين بروسيسز، الاوليكرينون من الخلف والكورونويد من الامام. ولان الاوليكرينون هو الاكبر حجما والاعلى ليفل، فهيداري من امامه على الكورونويد بروسيس، فمش هنقدر نشوف الا الاوليكرينون. اذا البروز ده كله من الابر اند اللي بيتشاف من البوستيريور فيو هو الاوليكرينون بروسيس. الاوليكرينون بروسيس عليه بوستيريور راف اريا وابر راف سيرفيس. البوستيريور راف اريا ديت كانت عليها الانسيرشن الابر راف على الانسيرشن اوف زي ترايسبس مصل. بالنسبه للشافت اوف زي النا من الخلف، الشافت اوف النا هي عباره عن سلندريكال ماس بتوصل التو انز ببعض. طيب ادي الثلاثه بوردرز واضحين على الايه على الشافت. البوردر الاولاني اللي هو ده اللي اسمه البوستيريور بوردر، ده باين من الخلف. البوردر الثاني ده اسمه اللاترال بوردر، اللاترال بوردر اللي هو ناحيه مين؟ هنا ناحيه الهيد. اللاترال بوردر اللي هو كان الانتر اوسيس بوردر. البوردر الثالث اللي هو الميديال بوردر اللي ناحيه مين؟ اللي ناحيه الستايلويد بروسيس. الانتر اوسيس بوردر اللي هو في مواجهه العظمه الثانيه اللي هي الريديوس كان بيشبك بينهم، بيصل بينه وبين الريديوس بين الانتر اوسيس بوردر اوف ذا ريديوس ممبرين يسموه انتر اوسيس ممبرين. بالنسبه لللور اند اوف ريديوس فاحنا زي ما اتفقنا احنا قلنا على اللاترال سايد توجد الهيد وعلى البوسترو ميديال سايد يوجد الستايلويد بروسيس، وكان يوجد خلف الستايلويد بروسيس في جروف ماشي فيرتيكال اسمه النر جروف، له اهميه كبيره قوي في ان تندون مهم بيعدي من عليه، هنتكلم عليه لما نوصل. ادي اللور اند وادي التو ستراكشرز اللي بيكونوها اللي هم الهيد على اللاترال سايد والستيرو بروسس على الميديا سايد، وادي الجروف اللي كان اسمه الالنر جروف.